فاخير انا شاب شوب سهير سايه في التربيه. حبيت اليوم نحكي في ان سوجي مهم للكبار وللصغار، اللي هو التربيه الصحيه والمثاليه يقولوا احنا في العوده ذيك سوا المدرسه ولا توقيت نتاع الشتاء. كمان ما سيونس يونيك ومن المسيف وطبلبيز نتاعو، دونك توا باش نرجعوا شويه شويه للماكله نتاعنا الصحيه نقولوا احنا، اي سورتو للبرشا عباد يهزوا معهم الماكله كسوا الخدمه ولا يبعثوا صغار بالبانيه نتاعهم للمكتب. دونك اليوم حبيت نحكي شويه على لي كونتيتي هذوما اللي نبعثوا بهم الصغير ولا الكبير للخدمه، وشنو لازم الوجبه هذه من شنو تكون متكونه وشنو تتطلب تحضير والا حاجات تسهل لنا احنا التحضير نتاعنا في الدار. دونك باش نبدا، اول حاجه انه راهو مش نيمبورت كيل بيرسون تنجم تعمل ان ريجيم هكاك من مخها، راهو لو ريجيم لازم يمشي ديجا انت والبروبورسيون نتاع العبد، معناها انت والميزان نتاعو، انت والكومبوزيسيون كوربوريل، تشوف ساعه عنده السكر، عنده تنسيون، عنده شي امراض هو بيدو ماهوش فايق بها. من بعد نتوجهوا لاخصائي في التغذيه اللي هو ينصحكم خير من انكم تمشيو وتعملوا ان ريجيم وحدكم وزيدوا تدهوروا به الصحه نتاعكم. كيف كيف هو ديما فما حالتين نسألوا عليهم كو سوا زيادة في الوزن ولا التنقيس. اليوم باش نحكيو شوية دابخي الكيستيون تاعنا على زيادة في الوزن شنجمو ناكلو به. أول حاجة نعملوها ديما أنا ننصح أن الحليب 0% وإلا دومي كريمي الحليب نتاعنا اللي نشربوه ديما نبدلوه للحليب الكامل اللي هو مغذي نقولوا أكثر في الحالات هذوما، ونوليو نقسموا الماكلة نتاعنا. صحيح هو العبد كي يبدا عنده نقص في الشهية وإلا جينيرالمون ما يقعدش يعمل وجبة عادية، معناها وجبة كاملة نقولوا احنا نحاولوا نقسموها الوجبات صغار ما يكونوش فوليوم نتاعهم كبير برشا باش العبد هذاك هو بيدو ما يعيفش، لغتنا احنا نقولوا ما يعيفش. دونك دو تيل فاسون اللي نبداو فطور الصباح نبداو بك الحليب الكامل هذاك، حتى لو كان انسي ما تحصلش وجبه كبيره فطور الصباح وما يكون انا الحليب هذاك زايد شويه في الدهنيات، دونك لهنا نجمو نعوضو به كالزبده وكل. دونك نجمو نعملو باغ اكزومبل ان ليكو، تاخو بنان ترحي مع الحليب الكامل نتاعك، تحط شويه جلجلان شويه زوز، هذوما ديجا يهزونا شويه الشهيه نتاعنا، يحلونا حتى في فم المعده نتاعنا، يعطيونا الدهون باهيه وحريرات باهيه. ماهوش كميه كبيره، ماهوش وجبه كبيره، اما مغذيه تعطي زاده طاقه. نجمو تو سامبلومون برشا يعملوها زاده، ناخذوا الدرع الصباح، ناخذوا شويه بسيسه، ما ننساوش البروتينات في الصباح، هذه حاجه لازمه اللي هي لهنا باش تهز لنا العضلات نتاعنا، خاطر برشا عباد تلقاهم جينيرالمون في حاله الضعف مش كان من الشحم، راهو الضعف يمشي شحم ويمشي ميوسك. دونك ديما نهزوا الميوسك نتاعنا ونحافظوا عليه قد ما نجمو احنا. بعد عنا التحريشه نتاعنا ديما احنا كل ساعتين ثلاثه نحشروا روحنا ناكلوا حاجه، التحريشه تكون حاجه خفيفه ماهيش كونسيستانت برشا، كيف كيف نجمو كيبه غلا كيبه يا غرد، نعاودوا نعملوا شويه بسيسه شويه دروع، ما يقلقناش نعملوا لي تبول اللي احنا قلنا عليه، نعملوا دي بيتي ساندويتش، حاجات مغذيه كيف كيف. الفطور ما تقولش انا نحب نزيد في الوزن دونك ليه ما ناكلش سلايت وما ناكلش الكريات، بالعكس السلايت هما اللي باش يوفرونا هنا الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي بدلنا يحاجتو بهم، دونك نبداو بهم. سي فري ما نعملوش كميه كبيره، نجمو حتى نبعدو بون مش نبعدو نخلطو نعملو حاجه نيه ونعملو سلطه طايبه اللي هي تكون فيها البطاطا والسفليه اللي تزيدنا في الميزان لهنا. نحاولو زيد السلايت نتاعنا اني نحطو فيهم الزوز، نحطو فيهم الكتان اللي عاوننا كيف كيف لهنا، يوفر لنا دهنيات صحيه ودهنيات باهيه. ناخذو البورسيون نتاعنا نتاع البروتين، معناها حاجات مشويه والا تو سامبلومون بجبن، حتى لو كان انت ما عندكش باش تاكل البروتينات هذوما، نعملو سلطه باهيه نقولو احنا مشكل باش نقصوا في الميزان نتاعنا. زاده في الزياده لهنا تهمنا برشا، العجين يكون موجود راهو ما نخافوش منه، حتى في الكام تاع التنقيس في الوزن زاده ما نخافوش منه، راهو ديما عندنا دي كونسيتي نمشيو بها. نزيد ناخذ تو سكي بيغي هذا يعاون هيك حاجه خفيفه، نزيدو فيها الجبن، نزيدو فيها الحليب. العشيه نعملو تحريشه صغيره، العشيه يكون
بلوزو ما يتشبه للفطور، نحاولوا زيد نحطوا حاجات ليكيد اللي يبدو فيهم برشا حريرات، نعاودوا نعملوا جو نتاعنا هذاك نتاع البنان باغ اكزومبل مش خلقنا حتى طرف، نعملوا تحريشه في الليل مؤخر، والا تو سامبلومون فما الحليب كونسونتري هذاك نجموا نعملوا منه زيد مغرفه قبل ما نرقدوا، يزيدنا في الحريرات نتاع البدن نتاعنا ويزيدنا في الميداء، ونجموا ناخذوا زيد دويه اللي يحلوا الشهيه، اما راهو دويه اللي يحلوا الشهيه ما يمشوش وحدهم هكاك، لازم ديما الماكله نتاعنا تكون منظمه باش احنا نزيدوا في الميزان. مرحبا بك يا هيفا. دونك لهنا هذيا الارداف والمؤخره مشاكل نسي الكل في تونس، وكيفاش نقصوا في الميزان هذيا حاجه راهي مش مربوطه كان بالماكله، مربوطه بالماكله والرياضه، راهو ما نجموش نعملوا حاجه من غير الاخر. نظموا الماكله نتاعنا، الوجبه الرئيسيه نتاعك عمرها ما تكون النشويات، معناها المكرونه والرز والكسكسي اللي احلى هذيا عندنا وجبه رئيسيه، راهي عمرها ما تكون وجبه رئيسيه في الرجيم، هي حاجه سكوندير، معناها سلايتنا والجرياد نتاعنا ديما هذوك وجبتنا الرئيسيه نحطوهم ديما موجودين في العشاء ولا في الفطور، والنشويات كما قلنا الكسكسي ولا الرز يكون هذاك ناكلوه في الفطور، نعملو كي لازم ان جور سور دو مش يوميا، هكا واحد ما يحرمش روحو، ما يبداش معنا عنده كالسنساسيون نتاع الحرمان ويولي يخمم لازمني ناكل كان الحاجه هذيك ويولي يخمم فيها على طول، دونك نقصوا في الكونتيتي ما نحرموش روحنا، ونعملو سبور راهو المارش رابيد باهيه، ما قلناش نعملو سبور دوندورونس، مارش رابيد يوميا ما بين 30 45 دقيقه، حاجه اكسترا اوردينير اللي انت تنجم تعاونك باش تنقص الارداف. والله الريجيم يمشي معاه وبيف هكا ما نجمش نعطي، مي كيما قلنا احنا لازم تغذيه متوازنه، ولازم معناه يعرف هو بيدو منين الزياده، اسكو من الغريس اسكو من الموسكل، قداش البروبورسيون تاع بدنه، اسكو الماء زاد عنده امبورطانس، راهو برشا عباد يقول لك انا عندي ماء محصور في بدني، صحيح لهنا راهو يزيدنا في الوزن يزيدنا في الليتاي، دونك الريجيم ديما كيما قلنا النشويات نبعدوا عليها في الليل نخليوها ديما في القايله، كلزم ان جور سور دو سلايت والجرياد هما الحل هنا في الحالات الكل بتاع تنقيس في الوزن. فاطمه حضره ولدتك برشا في الشهر الثاني وزدت برشا في الوزن وقعدت تبقى هكا حتى بعد ولادها. فاطمه مرحبا بك يا فاطمه. دونك لهنا في الزياده في الوزن في البريود نتاع الحمل حاجه عاديه، ما لازمناش راهو نفوتوا 12 كيلو اللي هي حاجه صعيبه شويه في تونس يبداو يدلوا فينا كل، اما راهو اون فوا معناها تولد لازم تعمل حركات رياضيه صحيح مش من الاول مي لو بلوتو بوسيبل باش تنقص على روحك كشحم هذاك الكل، زيد ما تعبش روحك خاطر من بعد فما باش تجيك المرحله نتاع الاليتمون اللي هو ينجم يقلق الصغير من بعد كان انت تحرم روحك ولا تعمل ريجيم، او موا نعمل اون اليمونتاسيون ايكيليبري كي ستابل توفر لروحك النشويات ما فما حتى مشكل لهنا، مي بدي كونسيتي معتبره باش انت تخلي الحليب نتاعك يبدا يكون موجود ما يبداش ضعيف ويغذي او ميم طون الصغير نتاعك، ما ننساوش شربين الماء لهنا راهو مهم برشا في مرحله الترضيع لاليتمون دونك، وبطبيعه الحال ما ناكلوش تو سكي الماكله القويه على الصغير، والا فما برشا يقول لك انا ناخذ حلبه ولا ناخذ تيلي 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 شوز راهو يخرج على الحليب نتاعك، لهنا نخيروا احنا ديما تغذيه متوازنه، السلايت راهو باهين برشا تو سكي زيد في اللونتي معناها العدس والشوفير وكل مهمين برشا في التغذيه نتاع المراه الحمله والا المرضعه، على خاطر تعاون الصغير زيد في انه باش يبني الصحه نتاعو ملي هو بيبي، دونك هذيا جينيرالمون دونك في حاله الترضيع والا الولاده، دونك ديما احنا نوصيو على المراه الحامل والا المرضعه انها تكون الوجبه نتاعها الرئيسيه ماهيش كما قلنا النشويات، لازمها تكون حاجات متوازنه وتقسم كما قلنا احنا الماكله نتاعها خمسه وجبات كما في حاله ريجيم، اما دي كونسيتي معتبره اللي هي تغذيها وتغذي صغيرها. مرحبا يا سناء باهي برشا يسالوا على لي كومبليمون اليمونتير تنقيس في الميزان وكل، اما راهو لي كومبليمون اليمونتير كوسوسوا في الزياده في الوزن ولا في التنقيس في الوزن راهو وحدهم ما يعملوا حتى شيء، لازم معهم ان ريجيم اديكوا به احسن كومبليمون، ما نجمش انا نعطيك حاجه معناها كومبليمون طوا هكي نعم
فوالا ما نجمش نعطيك انا حربش الا ما انا شخص الحاله نتاعك الا ما انا شخص الوضعيه منيش معناها انت من زايده من الشحم والا من العضلات اسكو انت تستحق هذيك ولا ما تستحقش اما ديما انت قبل ما تمشي للمكملات الغذائيه ابدا بالحميه نتاعك ابدا نظم الماكله نتاعك قبل كل شيء هذه احنا اللي اليوم نحبوا نوصلوا له ان العبيد الكل تولي تاكل ماكله صحيه واكيليبري كسوا معناها في حاله ريجيم والا في الحياه اليوميه اللي هي تجم تقعد لنا عاده وما تقلقنيش حتى طرف بالعكس حاجه باهيه كسوا اللي عندهم السكر اللي عندهم غلظه الدم ولا حتى كوليسترول ولا حتى لبس عليه انا ولدت عندي شهر وجدت برشا في البزان لازم الريجيم نجم نعمله حتى ولو كان احنا مازلنا كي ولدنا شهر ولا شهرين كيما سؤال اللي جانا توا نجم راهو بعد الولاده نعمل ريجيم اما ديما نعسوا على الماكله نتاعنا ديجا مازلنا كي قلناها احنا نعسوا على رواحنا شنو ناكلو الاملاح المعدنيه لازمها تكون موجوده لازم لي سيل مينيرو كيما قلنا توا لازمها موجوده البروتينات السكريات النشويات الكل موجودين هذيا مي دي كونسيتي معتبرة إكيليبري قسموا الماكلة متاعنا خمسة وجبات بطبيعة الحال شربين الماء هذية أما السبور إلى جنرالمون كسوسوا في ولادة سيزاريان ولا ولادة عادية ما نصحش به من الأول باش أنت بيتك ما تفرعصش بدنك نجمو نعملو أون مارش أفونسي مارش رابيد شوية باش أنت بيتك ما تدهكش على بدنك وتولي معناها عندك اضطرابات من بعد في الهرمونات ولا حتى في بدنك من داخل اي لهنا السؤال نتاعنا يكونسيرن لوبيزيتي ابدومينال معناها زياده في الوزن في النيفو نتاع الكرش اللي هي لهنا راوها برشا في المجتمع نتاعنا التونسي واللي هي المشكله نتاعها الرئيسيه العجين اللي احنا ديما ناكلوه الجازوز اللي ديما نشربوه السكريات اللي ناكلوهم افراط وفي اوقات ماهيش وقتها دونك لهنا ديما احنا النقص قد ما نجمو في لي 3 بلون ديما كيما نقولوا احنا السكر والملح والفرين هذوما نحاولوا نقصوا منهم او ماكسيموم كيما قلنا الوجبه الرئيسيه عمرها ما تكون النشويات والا المعجنات تكون حاجات صحيه سلايد لي غريات والنشويات تجي في المرحله الثالثه حتى نجمو نعملو كيما قلنا ان جور سور دو ديما نحسو روحنا بكونسيتي نعملو صحن نقمرو به احنا صحيين صغير بعد ما ناكلو سلايطتان بعد ما ناكلو احنا المشوي نتاعنا ناكلو باش زيد انك نقول لك ما تاكليش المقرونه تقولي انت تخمم لازمني ناكل المقرونه خاطر قالوا لي ما تاكلهاش دونك تقولي انت عندك فوكاليزي على الحاجه هذيك يقول لك تنجم تاكل اما مقدار معين تقولي انت بيتك معناها ما تركزش مع الحاجه هذيك ديما حتى نهارخ تقولي راني ما صحقتش اني باش ناكلها معناها ماهيش حاجه سي با بريمونديال ماهيش حاجه كي ما ناكلهاش تصير لي حاجه لا بالعكس راهو قد ما احنا نقصوا في الملح والسكر والمعجنات هذوما قد ما احنا نقصوا في الدهنيات ولا حتى صحتنا تولي معناها خير وتولي عنا انرجي اكثر لهنا السؤال نتاعنا اللي هو في حاله رياضه علاش نسمنوا شنو نجمو ناكلو باش ما نسمنوش به هو حال حاجه عاديه ان نزيدو في الميزان وقت اللي نبداو نعملو في سبور خاطر نحرقوا برشا والشهيه نتاعنا تتحل من لهنا لازم نكونوا فكين شويه نزيدوا في كميه نتاع البروتينات في الماكله نتاعنا معناها المشوي العظم الدجاج الحوت حتى التن راهو معلبات ماهوش خايب حتى طرف جبونات تكون خاليه شويه من الدسم معناش خالي من الدسم جمله واحده مي كيما نقولوا احنا عندنا انواع جبن تلقاها اقل من 20% ولا 18% مواد دسمه اللي هي لا ماتير غراس هذيك نجمو ناخذوها دونك الماكله نتاعك لازم تكون بازيه على البروتينات ونقسموا الماكله نتاعنا خمسه وجبات باش انت حتى ولو كان هكا حسيت روحك رخيت شويه حبيت تاكل ما تكونش افراط تكون ماكله منظمه وديما بعد السبور نتاعنا ناكلوا حاجه فيها البروتينات باش احنا نعاودوا نرجعوا نبنيوا اكل العضلات نتاعنا اللي تكسروا شويه في لونترينمون حتى كعب عظم بسيطه برشا ما فيها حتى شيء نصمتوها ناكلوها كما هي ما فيهاش برشا حريرات فيها تقريبا 100 حريره اللي هي زاده لهنا ما تقلقنيش وتعاود تبنينا الميسكل نتاعنا من الاول جديد وتعاوننا ان باش نكبروا فك الميسكل نتاعنا هذيك علاش احنا دايور نترينيو باش نحافظوا على الصحه نتاعنا ونفنفوا كما نقولوا احنا الميسكل نتاعنا مرة عندها ولد عندها عامين
مرحبا بكم. دونك لهنا باش نحكيو على النفاخ نتاع الكرش كسوسوا في الحالات العاديه والا حتى بعد الولاده. به في حالات الولاده علاش تقعد لنا الكرش والا تقلقنا شويه في الكام تاع ولاده سيزاريا راهو حاجه عاديه انها تقعد الكرش. علاش؟ خاطر كي نشقوا احنا الميسكل ونشقوا الجريس ومن بعد نعملوا الخياطه هذيك باش تقعد وفرت منا ومنا شحم اللي لهنا لازم ديما الرياضه موجوده باش نقص لنا شويه فك الشحم هذاك. راهو قد ما احنا باش نخليه وقد ما باش يزيد يكبر معانا. دونك الحل الوحيد لهنا نظام في الاكل اي سورتو السبور. حتى لو كان مازلنا كي ولدنا نخليه ونرتحوا شويه مده 6 شهور الى عام زاده ما فما حتى مشكل. مي المفيد نعملوا انت تمارش اللي تعاوننا في حرقان الشحم. في حاله الاخرى ان فما عندنا نفخ في المعده ينجم يكون النفخ هذاك ماهوش مربوط بالاكل ماهوش مربوط بالماء. ينجم يكون تو سامبلومون مشكله نتاع معده. وقتها لازمنا احنا نتوجهوا للطبيب الامعاء ان غاسترولوج يعاوننا هو اكثر هنا في تشخيص الحاله نتاعنا وينصحنا اكثر. ينجم يكون على خاطر النفخ هذاك منجر عليه معناها الغازات والا عدم تهضيم الاكل والا حتى مشكله في تهضيم الاكل ما يكونش سريع. دونك يعمل لنا النفخ هذا. هي تسمن وتسمش باش ما غلطكمش. انا باش ما نغلطكمش انا ديما ننصح ان نبعدوا على الغله في الليل مش على حاجه. على خاطر العبيد يقول لك ديما الغله هذه حاجه صحيه حتى السكر اللي فيها صحي. صحيح ماهيش ليش غلطه هذه. اما انت كي تكثر ماكل السكريات نتاع الغل اللي هو الفركتوز يتحول لنا تريغليسيريد دونك يولي عندنا شحم في الدم وبخلاف هذاك يتعدينا طول تخزين شحم. وفي الليل بطبيعتنا احنا ما نتحركوش برشا دونك بطبيعه الحال باش نخزنوه وعندنا الهرمونات تخرج في الليل دونك باش يولينا سمنه. نخيروا احنا ديما الوجبه نتاع العشيه كما قلنا قسموا وجبتنا الى خمسة. الوجبه نتاع التحريشه ما بين الفطور والعشاء تكون كعبه غله. كي انت تحب تاكل كعبه الغله تاكلها وقت عندك الوقت باش تحرقها. وديما العشاء نتاعنا يكون زاد فيه البروتينات باش نعاودوا نبنيوا العضلات نتاعنا في النوم وما تقلقوش به. والله انا هذه ماء بالملح في الليل ضعف عمري ما سمعت بها. بالعكس راهو الماء بالملح عندي انا موش حاجه منصح بها. علاش؟ على خاطر باش يعمل غريتونسيون دو معناها الماء باش تحصل لك في بدنك تو سامبلومون. احنا ديما ننصحوا ان نقصوا الملح. علاش نزيدوا في الماء؟ دونك تشرب الماء نتاعك على روحك اي تحط فيه التاي تحط فيه النعناع تحط فيه اي حاجه انت تحبها باش تلزك انك تشرب الماء. لهنا بدنك يفا اليميني اكل. احنا نحاربوا الماء بالماء نقاوموا الماء بالماء. دونك انت اشرب الماء وفر لبدنك 3 ايترات في النهار قسمها تو سامبلومون تاع زوز كيسين قبل الفطور الصباح زوز قبل الفطور وزوز قبل العشاء. هذوما حاصلين 6 نزيدوا دبيب زائد ايترا ونص نعملوا فيها اغوم اللي نحبوا عليه والا تي والا كيما قلنا غله ولا نوع من الخضار. تشرب على النهار كامل اللي هي تمشي لك المجاري البوليه نتاعك وتنظف لك بدنك تعمل لك اون ديتوكس خير من اللي انت تشرب الماء بالملح. وجينيرالمون راهو الماء ما يضعفش الماء جوست ينحي لك النفخ. هذايا ان بوان لازمنا ديما نحرصوا ونقولوا عليه. في حالات الفشل الكلوي اللي هي لانسوفيزونس غينال. به لهنا الحاجات اللي احنا ديما ننصحوا باش ما ناكلوهمش اللي هما المعلبات. المعلبات كو سوسوا الطماطم معجونه ولا الهريسه ولا حتى المعجون ولا اي نوع نتاع معلبات راهو لازمنا نبعدوا عليه خاطر عندنا فيه البوتاسيوم والفوسفور اللي يقلقونا الكلي نتاعنا اي سورتو في حالات نتاع الامراض المزمنه هذه. بخلاف راهو اللحم الاحمر نقولوا احنا من الممنوعات. ممنوعات نجم احنا ناكلوا منه هكا طرف في الفطور ما يفوتش 20 غرام جوست باش نحيو احنا نقولوا بلغتنا نطيروا منه الشهوه. اما يذيه يوميا لا خيروا ديما اللحوم البيضاء ما فيهاش برشا زاده يود باش ما قلقوش الكلاوي نتاعنا. السكريات نقصوا منهم. الغله ديما كل ديما طايبه هي الخضره والغله عند اللي عندهم الفشل الكلوي دونك لانسوفيزونس غينال تكون ديما طايبه كسوسوا السلايد كسوسوا الغله لازمها طايبه. دونك الغله اون كومبوت والسلايد ديما دي سالاد كويت سلطه طايبه والا تو سامبلومون كي احنا نحبوا نعملوا سلطه نيه نوليو اكل تي
دايوغ احنا نعطيو جينيرالمون كاين لي تو لي تو نوليو نفخو مده ساعتين في الماء باش يصير ان ايشانج ما بين الماء وال لي تو وتقسنا شويه ما كالكونسيتي نتاع البوتاسيوم نجمو ناكلوه اما ما نكثروش مره في الفيك احنا نقلقو مصلايط طايبه نجمو نعملوها وديما عينا على الماكله نتاعنا وعلى التفويح نتاعنا ما نكثروش من الفاح راهو يقلق الكليوي نتاعنا ونشربوا الماء راهو منصوح به زاده في حالات لانسوفيزونس غينال معناها ديجا لازمك تشوف مع الطبيب نتاعك على الكونتيتي المنصوح بها ما تخافش منها. رانيا قد بحيت الدكتوره اعطينا ريجيم ساهل ريجيم احنا من الاول قاعدين نقولوا فيه شو بالاول قاعدين نقولوا فيه ونعاودوه وهذاك هو الرسمي راهو ريجيم اي جينيرالمون ما نعطيش دي ريجيم جينيرالمون نقول نصلحوا الماكله نتاعنا خمسه وجبات اسباسي ساعتين ثلاثه ما بيناتهم فطور الصباح يكون عندنا قدمه الخبز نتاعنا ما تفوتش 30 غرام عندنا بروتين تنجم تكون عظمه تو سامبلومون والا اومليت نحطوا فيها الخضر نحطوا فيها جبن نجموا ناكلوا الاجبان الصباح اللي ما تفوتش 20 18% مواد دسمه ناخذوا قهوه نتاعنا بطبيعه ما غير سكر نجموا نحطوا الحليب خلي من دسم ولا نصف دسم ما يقلقناش لهنا وبطبيعه الحال ساعتين وإلا ثلاثة من بعد نجم نعملو تحريشة اللي هي تكون كعبة ياغورت خلية من الدسم تجم تكون كعبة غلط تجم تكون عظمة تو سامبلومون تجم تكون أي حاجة ما تكونش الحريرات نتاعها برشا والسكريات تكون ماهيش موجودة برشا نجمو حتى خضرة تو سامبلومون الفطور والعشاء يكونوا يتشبهوا لبعضهم سلطة حاجة مشوية الخضرة زادة موجودة وفي آخر مرحلة في الفطور عنا النشويات اللي هي سوب وإلا مرقة مع 30 غرام خبز وإلا كسكسي وإلا روز ما ناخذوش كمية كبيرة جوست احنا شهوة هذه كان نذوقوها وفي الليل نعوذوا النشويات هذوكم باغ اكزومبل بالخضرة وإلا تو سامبلومون نعملوا برودو يعاوننا برشا لهنا وما نساوش التحريجة نتاع العشية نقولوا احنا عنا كنوبة صغيرة تحنا السكر في العشية دوك نعملوا قهوة ناخذوا ياغورت ناخذوا كعبة الغلة كما قلت لكم خليوها في التحريشة هذيك خير من اللي احنا نخليوها في الليل وهذه جينيرالمون تكون التغذية السليمة التغذية المنظمة مازلنا ما حكيناش على ريجيم راهو لهنا نعطيكم في التغذية السليمة اللي نتصور برشا منكم كان يتبعوها ينقصوا في الميزان على خاطرها تختلف تماما على العادات الغذائية نتاعها وان شاء الله تمشي معكم وتواصلوا بهذه مدى الحياة على خاطر ما تقلق حتى حد حتى مريض السكري ما تقلقوش هنا السؤال نتاعنا هو على الريجيم بروتيني سي فري لي ريجيم بروتيني نطيحوا به الميزان ونطيحوه على بصفه سريعه اما انا ما ننصحش بيه راهو لي بروتيني على خاطر يقلق لنا الكليوي نتاعنا ما يعاونيش حتى طرف ولو فيت اللي احنا اون شوك البدن نتاعنا نعملوا له كالضربه ذوق والا ماش باش تعاوننا حتى طرف على خاطر من بعد راهو باش نزيدوا نعاودوا نربحوا كالميزان اللي خسرناه ونجموا حتى نرجعوه دوبل هو انت عملتوا ريجيم هذيا باش نقول لك ما تنجمش تعاود وتنجم ما تعاود اما راهو بدنك عنده اون ميموار انتيغل معناتها انت بدنك راهو يسجل لك انت اش عملت نجم انت تعاود وما تطيحش به كيما تنجم تعاود وتطيح به اما ماهوش منصوح نعاود جوست نحكي على الريجيم بروتيني خاطر قص علينا شويه به الريجيم بروتيني كما قلت انا ما ننصحش به وما نخيرش ان نخدمه به ديما نسيسو بدلنا نعاونوه باش يخسر مش نعاونوه انه باش يكسر جمله كشحم هذاك خاطر راهو من بعد باش نرجعوه والبدن عنده يسجل عنده اون ميموار انتيغ معناها استنى سوه بالريجيم هذاك راهو باش يعقلو راهو باش تعاود ترجع له باش يعرفك انت باش تحرم وين فوا تحرم ويقول لك خلينا نخزن انا شويه شحم باش نلقى بعد ما نحرق دونك ليني ما ننصحش انا بريجيم بروتيني راهو الكليوي نتاعنا باش يتعبوا وراهو ديما اي احسن حاجه ان الماكله نتاعنا تكون منظمه غنيه شويه من البروتينات اي اما باش تكون اكسكلوزيفمون دي بروتين ما ننصحش بها حتى ولو كان عملناه وطيحنا به راهو اعرف اللي من بعد باش تعاود ترجع به على خاطره ان ريجيم ستريكت والبدن يبدا ميكر شوك منه دونك ما ننصحوش به تاع السيدة تاع التغذية قالت لها اعمل عملية ستيل.
به أما العملية اللي ممكن كانت كل يوم السبيطار ولا به دوك لهنا احنا عندنا حاله نتاع سكري ما نعرفش من اول ولا ثاني اما في الحالتين انا ما انصحش ان باش نعملوا سليف اللي هي عمليه باش نقصوا بها احنا من الشهيه نتاعنا ما ننصحش بها سورتو بور ان ديابيتيك على خاطر راهي سي با ايفيدون انها باش تنجح على خاطر نعرفوا احنا مريض السكري جرح نتاعو ما يلحمش فيسا وزيد بزيدة علاش احنا نمشيو لاقصى حالات واسهل حالات كي احنا نجمو تو سامبلومون ان ادوبت اون هيجين دو في نمط عيش صحي نقصوا به كيشو كيما انا ديما نقولها كيما احنا خلينا الوقت لبدنا باش يزيد في الميزان باش ياخذ راحته ويزيد ويتحل خليو له وقت سوفيزون انه باش ينقص باش نحرقوا كشحام هذاك من غير ما احنا نختاروا الحاجات الساهلين ب دو تيب 2 والا دو تيب 1 سي لا ميم شوز اي سورتو لهنا دو تيب 2 ما تنساش اللي انت بخليف السكر عندك اون انسولينو ريزيستانس وتلقى جينيرالمون عندك الكوليسترول والا معناها تبلبس شويه في الكوليسترول وفي لي ليبيد نتاع بدنك دونك ماهوش منصوح به انا حتى عبد صحته لابس عليها لا سكر لا حتى شيء راني ما ننصحش بها نخير العبد يعمل مجهوده مش هو بيدو يقعد يتفكرها راهو الاكسبيرونس هذيا يقول لك اخزر انا شنو وين مشيت وش عملت وشنو لي ساكريفيس اللي عملتهم باش نوصل لهنا ما رجعش انا نزيد في الميزان نحاول انا نخلي النمط العيش نتاعي منظم وايجين به للصحه نتاعي اي سورتو في الكار تاع مريض السكري راهو ماهوش منصوح به اي سورتو لي سليف غاستريك ما ننصحوش بهم حتى طرف بهي الكونستيباسيون تو سامبلومون فما اغذيه اللي هي تعاون على الكونستيباسيون اللي هي الاغذيه الغنيه باللي فيبر دونك الخضره الغله عندنا زيد نشربوا برشا ماء خاطر قد ما انت تشرب الماء قد ما تسهل الطبيعه نتاعك النجمو زيد الصباح نشربوا زيت زيتون نعملوا مغرفه به زيت زيتون تعاون ناخذوا زيت الطماطم تمشينا الكرش عنا زيت الصبناخ به برشا حتى الصباح تو سامبلومون تعمل اومليت فيها شويه صبناخ البريود الاولانيه تنقص شويه من البروتينات على خاطر لي بروتيين عندهم اون توندونس اسكو يعملوا لنا شويه كونستيباسيون اما بشربين الماء نجموا نحلوا المشكل هذايا اون فوا كي طولت بينا الحاله هذيا نحاولوا احنا اون كونسولت ان غاسترو والا ان ميدسان جينيراليست يعطينا هو حل ولا حتى نوتريسيونيست نجم تعطيك اون بريسكريبسيون تمشي لك الكرش نتاعك مي ديما نمشيو للماكله الصحيه قبل دونك الالياف اللي هما لي فيبر نلقاهم موجودين في الخضره سورتو ننصح بها برشا والا حتى في الحبوب الكامله دونك عنا شوفان الكتان هذوما كل يعاونونا ان باش نمشيو الكرش نتاعنا ونسهلوا الهضمه نتاعنا هي هو صحيح في الكام تاع المسار الغليظه اي حاجه باش ناكلوها باش تقلقنا شويه دونك لهنا اول حاجه بيريود الاولانيه باش ننظموا احنا المعده نتاعنا والفلورا انتستينال نتاعنا ونرتحوا الامعاء نتاعنا ان نبعدوا على تو سكي عجين بتاتا زيدا نبعدوا عليه الخبز والعجين كو سوسوا راهو الابيض والا الكامل سورتو الكامل هو اللي قلق الابيض بلوز او موان ساعه ساعه نهضموا اما نبعدوا عليه الفتره الاولى كومبليتمون باش نعاونوا ان نحيوا كالانفلاماسيون نتاع لي زانتيستان وناكلوا الخضره طايبه دو بريفيرونس والغله زيدا طايبه نحاولوا احنا نخليو الالياف هذيك نحاولوا نكسروها شويه باش ما تقلقناش في الماده وناكلوا لي بروتيين نتاعنا على طول النهار والحليب زيدا دو بريفيرونس يتنحى الصباح باش خاطر نعرفوا احنا يعملنا اون تي انفلاماسيون في المعده نتاعنا وفي البدن نتاعنا وموش بالسهل انا باش نهضمه دونك كاين انت تعرف روحك تهضم الياغورت تنجم تاخذ الياغورت العادي والا حتى 0% تعوض بيه الحليب والا تو سامبلومون نبعدوا عليهم نجمو ناخذوا تي والا قهوه كحله الصباح نعوضوا بها الحليب نتاعنا ورتحوا شويه المعده نتاعنا لو طون اللي رجعت الامعاء نتاعنا ما تقلقناش ومن بعد نرجعوا ناخذوا الاكل معناها ناخذوا المقرونه واللوز نتاعنا بصفه تدريجيه زيد ما ناخذوهاش فرد المره باش ما نقلقوش المعده نتاعنا ما نتاكل ديما ضعيفه دونك لهنا عندنا حاله نتاع ضعف اما ماهيش مقلقتنا لهنا على خاطر الشهيه موجوده دونك لهنا نجم نقولوا اللي احنا في حاله الضعف
وشي هي موجوده نجم تكون على خاطر كيما قلنا لهنا تبارك الله طويله انت دونك بدنك يتسمى بلوز مو يحرق الميتابوليزم دو باز نتاعك يحرق برشا عبيد يقولوا احنا بدنا ما يحرقش ذاك عليه هو قاعد يخزن في الشحم انت بالعكس تلمو بدنك يحرق اللي انت قاعده تضاف دونك لهنا ديما ننصح ان نزيدوا احنا الوجبات عملت خمسه ما مشيتش معاك زيد سادس في الليل بعد العشاء عندك وجبه صغيره تعملها ديما متكونه من البروتينات والالياف الخير تبدا موجوده فيها خير من اني تبدا السكريات وننصح زيد ديما بالزوز الزوز راهو يعاوننا برشا فيه الليبيد الصحيين اللي ينظمونا الكوليسترول نتاعنا وبهين البدن برشا بخلاف هذاك نجم ننصحك تو سامبلومون زيد تعمل دي بول انرجيتيك العبيد اللي يحبوا يزيدوا في الميزان نجموا يعملوهم يرحيوا شويه تمر يرحيوا مع الزوز والوجه الجلال والمكسرات اللي يحبوا عليها يحطوا فيها الشوكولاته تحب تحط فيها اي حاجه انت تحبها حتى الكتان والشوفان تجم تحطهم زاده للامعاء ما يقلقونيش نرحيوهم الكل مع بعضهم نكعبروهم ونحطوهم في حقه صغيره حتى في الساك نتاعنا والا في البديرو والا في المكتب تجم تمد كعبه مكان الكعابر هذوكم تاكلها تكون معناها الحريرات نتاعها عاليه مغذيه وصحيه للبدن نتاعك والزياده في الوزن وما تقلقناش ماهيش سكريات خبيد اللي باش تزيدنا بافراط السبيطارات ما مش يعملوا فيها عملية سليف سليف تتعمل في الكلينيكات جنرالمون وانا نعاود نقول لك اللي انا ما ننصحكش بعملية سليف راهي ماهيش حل زيد بزيادة من بعد راك باش تضعف فرد المرة دونك باش يولي عندك معناها الجلدة نتاعك تصير لها تراكم تبدا مرخوفة ما عندك حتى زيادة من بعد راهو ما تنساش اللي انت عندك السكر راهو من بعد انت سليف اي حاجة باش تاكلها صحيح حتى طريف ماء باش يشبعك تصور انت باش تقعد تزرق ولا تاخذ الدواء نتاعك باش يعملك هبوط في السكر باش يطلع اي حاجه باش يطلع لك السكر ولا تهبطه لك في سعفيسه زيد بزياده انت الهضم لازم يكون تدريجي كي تعمل سليف ما تهضم حتى شيء دونك السكريات باش يتعداو لك ديريكتومون دونك انت صحيح اللي نقصت ميزان وباهي البا اللي عملته انا نشجعك انك باش تعاود تعمل الريجيم وتشد فيه المره هذه على خاطر اون فوا كي قصيت هكريت رجعت 14 كيلو ونتصور انت اللي تبعك في الريجيم هذايا ما كملش معاك للاخر وما عملكش لا ستابيليزاسيون اللي هي اهم فاز راهو اون فوا ضعفت اوكي يعطيك الصحه اما ما تسيبش روحك ديريكتومون دونك تعمل لا ستابيليزاسيون وانا ننصحك انك تعاود تعمل الريجيم حاجه صحيه ليك انت خير من انك تعمل سليف وسورتو مع السكري كيما قلت لك يعملك هبوط وحاجه مش منصوح بها الريجيم بروتيني كيما قلنا ما ننصحش به انا سورتو في الحالات ذوب القصوى بالخيرهمش وتنظم الماكله نتاعك حتى تدريجيا يجي كل جمعه تطيحش 100 غرام ديما هذه سي ان باليك انت اون ريكومبونس ليك انت ما تخيرش انك تطيح الميزان في صافيسا بالعكس كي طيحوا في ساعه هذاك الخايب تعمل ان شوك كوربوريل دونك بشويه بشويه لين يتنحاوك 8 كيلو تعمل كما انا قلت الفاز هذيك نتاع التنظيم الغذائي وجبات قسمها الى خمسه تكون المعجنات نهار على اثنين تكون خفيفه زيد الوجبات نتاعنا ماهيش دونس برشا وزيد بزياده تنجم انت حتى لو كان تعمل تحب تعمل اون فاز بروتيني تكون ان ريجيم هيبوكالوريك كيما نصحت به انا من بكري اللي هو جوست نظام غذائي وكهو ماهوش ريجيم تزيد فيه لا كونتيتي نتاع البروتيين مثلا مثلا انت تاخذ ترونش نتاع اسكالوب باغ اكزومبل ناخذ لهنا اون ترونش ديسكالوب تولي دو ترونش اون ترونش اللي معناها من 150 ردوها 200 250 ديما هذايا خير ليك انت كيف بعد سبور كان تعمل سبور ناخذ العظام ناخذ دي بروتيين باش نهزوا العضلات نتاعنا ويعاونونا اكثر ان باش نطيحوا الميزان ريجيم للمراه اللي طولت شو المراه اللي طولت باغ سيزارين ولا فوا باس ولا اي مراه ولا اي رجل في الدنيا هذيا راهو ينجم يتبع الريجيم اللي احنا حكينا عليه نقسموا الوجبه نتاعنا معناها النهار نتاعنا خمسه وجبات ما يكونش النشويات والسكريات هما الماكله الرئيسيه نتاعنا دونك نعملوا احنا مقرونه ولا روز مش هو الماكله نتاعنا الاساسيه الاساس نتاعنا هو سلايت والجرياد والباقي يكون على جنب باغ كونتخ شنو انا نحب ننصح في الحالات نتاع الحمل والا كي نولدوا فوا سيزاريان ولا حتى فوا باس ولا للعبيد اللي عندها الغاز به
لهنا يقول لك انا برشا الغاز مقلقني ومعذبني وكل دونك ويبدا عندك انفيخ في الكرش اي جينيرالمون النساء اللي والدين سيزارين هذيك المشكله نتاعهم دونك لهنا ننصح انا بون تيزان بون دو تيزان باش نعطيكم وحده تنحينا لي غاز هذوما وحده زاده تعاونا انا باش نحرقوا بيزو مو الشحم الاولاني نتاع الغاز نحطوا احنا اوراق الرند نحطوا كعب البسبيس وكعب الكمون نعملهم اون انفيزور دونك نغليو الماء نرميهم حليهم ان انفيوز ومن بعد نشربوهم ما تكونش سخونه برشا راهي تزيد تعمل لنا الغاز دونك احنا اي حاجه باش نشربوهم ما لازمش تكون سخونه برشا دونك التيزانه هذه تنحي لنا شويه الغاز باغ كونتر الاخرى اللي باش تحرق لنا الشحم يكون فيها ناخذوا احنا زنجبيل دونك جنجبر فري ماهوش البودر الفري هذايا نقصوا منه اون ترونش ومعاه قرفه عود والا اون بودر خليهم ان انفيوز كيما قلنا 2 مينوت اون فوا صارت لافوزيون نتاعنا نصبوهم نصفيهم في الكيس نتاعنا ونعملوا عليهم عصره قارص صغيره ونشربوها كيف كيف مش سخونه برشا باش ما تقلقناش في المعده نتاعنا وهذيا راهي لازم تقعد ديما نعملوا فيها مش في ليله ونهار باش تعاوننا راهو لازمها مده راهو البدن لازم 21 يوم باش يسنس روحه فك العاده هذيك وتنظم له صحته. إيه؟ فطور الصباح جينيرالمون احنا ننصحو ديما بالحصص نتاع البروتينات ونتاع السكريات انا ديما ننصح صغير راهو ما تعطيش سكريات سريعه الذوبان الصباح راهو انت كي تعطي سيريال عارف اللي انت ساعه من بعد والا نص ساعه من بعد باش يحرق لك تزيد عليها الحليب انت اللي هو ديجا كيس حليب من الباكو في زوج طوبع سكر دونك لهنا انت عطيتو باكو سكر كليه وش يقرا وكليه مش منصوح بيه راه ما يعطيهش انرجي وطاقه باهيه بالعكس باش من بعد باش يفشل وما يكملش التركيز نتاعو دونك ديما الوجبات نتاعنا كسوا للكبار والصغار سورتو نتاع فطور الصباح لازم فيها البروتينات تحب تعطي سيريال ما تفوتليش 30 غرام اللي هي حق مغرفتين ثلاثه وزيدها شويه حليب والا تو سامبلومون تعطي قد ما خبز اوكي تحب فيها انت معجون والا عسل انا مع تنجم تحطوا فيها جبن ابيض ما يكونش مالح تحط له عليها المعجون والا العسل والا اللي تحب تحط له انت من فوق خير من انت تحط له الزبده ديجا نبعدوا على الدهنيات دونك جبن ما ننساوش فيه البروتينات وهو من الحليب ومشتقاته دونك باهي للصغير نزيدو نعطيوها باغ اكزومبل كعب عظم وكيس حليب ما خيرو زيد نعطيو احنا الشوكولاته الحلوه الصباح نجمو نعطيوه الكاكاو امير صحيح الصغير مش باش يقبل اما نحطو له شويه عسل فيها ما يقلقليش يعطيه نشاط باهي لهنا الصباح ويكون هذه وجبه كامله والا تو سامبلومون للكبير والصغير تنجم تعمل كعب سينيغور تحط فيه الغله تحط فيه الشوفان تحط فيه زريعه الكتان تكون هذه وجبه كامله للصغير نزيدوا عليها كعب عظم والا تو سامبلومون كيما قلنا نحبوا احنا والدينا نعرفوا يستسهلوا الصباح بشي فتره صغير وكل شيء وسيريال يا خويا اعطيه السيريال اعطيه انت الحليب نتاعو ما يكونش حليب كامل يكون نصف دسم ولا 0% واعطيه اون سورس دو بروتيين اللي هي باش تعاونو انه باش يقاوم الجوع اللي باش يجي فيه ساعه ما كالسكريات اللي تحرقت ويخليه نهارو انه يكمل نهارو صبحيتو نشط وما نساوش ان لازمنا نعطيو تحريشه تكون صحيه ما تكونش لا جو نتاع الكوميرس لا شوكولاته لا بسكوت راهي تكون حاجه صحيه كعبه غله كعبه ياغورت ماهيش حلوه برشا ناقصه من الدسم كان لازم نعطيو شويه جبن ابيض نتاعنا القوطه نتاعنا زاد ينجم تعملوا ساندويتش بها تعملوا ساندويتش صغير بالخبز اللي فيه الحبوب الكامله فيها شويه جامبون شويه سلطه هذايا صغير يشيخ عليها وتعجبه ويقول لك خير نهز هذايا خير من نهز حاجه اخرى والا زاد تو سامبلومون الباني باني يبدا هكا ظريف تقص تدور وتقصوا له دي ترونش صغار هو بده يبدا عامل عليه كيف صغير وهذيك بطبيعه الحال يولي ياكل لك اي حاجه وزيد ما ننساوش اللي احنا الولدين لازمنا نكونوا قدوه للصغار راهو ديما يبداو يتبعوا فينا احنا كي احنا يراونا ما ناكلوش كيما احنا ننصحوا راهو عارف اللي هو مش باش يتبعك لازم احنا نكونوا القدوه الاولى وهذايا راهو المفتاح نتاع التربيه نتاع الصغار في الماكله والنظام الغذائي والماكله هذيا المنظمه لازمها تكون في الدار قبل ما تبدا تطبق فيها انت في المكتب دونك تنصحوا اللي هو في الدار احسن حاجه واسهل لك انت باش تكون له قدوه ولازم تبدا تدخلوا الصغير معاك في التطيب في التحضير نتاع الحكه الفطور نتاعو هذيا احسن نصيحه نصور باش تصلح للوالدين توا مسألة على تيزان
بون لي تيزان انا ما ننصحش لي نوفو ني باش نعطيوهم على خاطر ينجم يتقوى عليهم والا تو سامبلومون تتاش باش تسهلهم سخونه تقلقهم في معدتهم لي غاز الصغار يتنحاو بشويه بشويه راهو الحليب كوسوا اون بودغ والا الحليب نتاع الام يعمل الغاز دونك بشويه بشويه اتو يتنحى ما تبداوش تدخلوا للصغار الماكله على بكري ولا في وقت مش وقت ولا حاجات ما يعرفهمش هو وسورتو انا باش ننصح بحاجه اخرى انه الصغار ما لازمناش راهو ما يعرفوش يفرقوا بين الملح والحلو دونك احنا ما ندخلوا لهمش الملح والحلو اللي هو هما صغار اول حاجه لازم نحاولوا احنا مثلا عبود عامين باش نكتشف المطعم تاع الحلو تاع الملح تعطيه ماكله ما فيهاش مطعم بطبيعه الحال هو باش يستانس بهذيك كي يكبر ما يبداش يلوج على الملح على الملح ولا على السكر دونك بطبيعته باش يبعد على السمنه وباش يبعد على الامراض اللي توروا فيها في المجتمع نتاعنا كاو دونك تصور اليوم درنا على كل شيء احنا على لي سوجي الكل ان شاء الله كنا فدناكم وان شاء الله نرجع لكم مره اخرى بدي سوجي يفيدوكم اكثر في صحتكم وتابعونا وتابعوا ميد بوينت ان باي باي.